وللمزيد حول حملة الأكاديمية الوطنية للتدريب للتبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نحييكم من داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب التي أعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ودعم كل الأشقاء في غزة وفلسطين جراء ما يتعرضون إليه في هذه الأحداث من خلال حملة التبرع بالدم الكبيرة التي أعلنت عنها الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال المتبرعين للعاملين بالأكاديمية وخريجين وأيضا المتدربين فيها. اليوم ومنذ صباح هذا اليوم استقبلت الأكاديمية عدد كبير من العاملين بالأكاديمية وخريجي الأكاديمية للتبرع بدمائهم تعبيرا عن دعمهم للأشقاء في فلسطين تحت شعار شريان واحد. كل المتبرعين جاءوا ليعلنوا كل التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني من خلال هذه الحملة الكبيرة والتي أعلنت عنها الأكاديمية الوطنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة الأشقاء الفلسطينيين. فأيضا اليوم تواجدت جمعية الهلال الأحمر بطاقم طبي كبير لإجراء بعض الفحوصات الطبية على المتبرعين للتأكد من يعني أنهم يسمح لهم بالتبرع بالدم وأيضا سحب عينات الدم المختلفة من المتبرعين. جميع الفئات اليوم وأيضا الأعمار توافدوا على الأكاديمية للتبرع بدمائهم عدد كبير جاء اليوم. كل المتبرعين أكدوا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني من خلال هذه الحملات، فبالطبع يعني قطرة دم واحد تساوي حياة بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين. وهذه الحملة تتزامن مع كل الحملات الشعبية والحكومية التي تم إطلاقها لمساندة الشعب الفلسطيني، سواء كانت حملات التبرع بالدم التي شهدتها جميع المحافظات أو حتى المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية التي توجهت بالفعل إلى العريش تمهيدا لدخولها لقطاع غزة. فاليوم دور مجتمعي هام تنفذه الأكاديمية الوطنية كعادتها في مسؤوليتها الاجتماعية من خلال الطواقم المختلفة بها سواء كان العاملين أو حتى المتدربين بالتبرع بدمائهم لدعم الأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة في اليوم الأول من تبرع العاملين وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بدمائهم دعما للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار شريان واحد. والآن عودة إليكم مرة أخرى.